رأيت أمرا عجبا. ماذا رأيت؟ ماذا يا حارس؟ الحية، الحية التي تتشرف على جدار الكعبة ولها كشيش. ما بها؟ جاء نسر واختطفها. هذه إشارة خير. يا معشر قريش، أرى أن نعيد بناءها بما يليق بها، ونحن لا نبغي إلا الخير إذا شاء رب البيت. أنا أبدأكم بالهدم، ولننتظر إلى صباح الغد، فإن لم يصبني شيء فهذا يعني أن رب البيت راض عما نفعل. ونعم الرأي. ولما يكون السيد مخزوم ضحية قريش؟ يا أبا الحكم، يا ابن أخي، ما أظنك ستحزن إن نابني شيء، وأظنك تنتظر على أحر من الجمر على أمل أن تحل محلي في رئاسة بني مخزوم. يا قوم، ما أردنا إلا الخير. يا رب الكعبة، اللهم لم ترى، لا أريد إلا الخير. بلى يا رب الكعبة. اللهم لم نزق، اللهم لم ترع، ما أردنا إلى الخير. قوم، ها قد فعلت، قد هدمت من ناحية الركن، فلنرجئ الأمر إلى صباح الغد، فإن أصبت فأعيد ما هدمت ولا تهدم شيئا، وإن رجعت إليكم سالما فلنمضي لما نحن فيه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي من أمور قومه المنكرة شيئا، لا يأكل الربا، ولا يسجد لأصنام الكعبة، ورفض رأي الحمص وما ابتدعوه. كان يتحنث منعزلا متأملا في غار حراء، يذهب في تفكير عميق. يا معشر قريش، دعونا نقسم العمل. شق الباب لبني عبد مناف وبني زهرة، وما بين الركن اليماني والركن الأسود لبني مخزوم ومن معهم، وظهر الكعبة لبني جمح. أما شق الحجر فلبني عبد الدار بن قصي، ومعهم بنو أسد بن عبد العزة. أنت غانما يا حكيم، ما هذا؟ هذه قطع من سفينة الرومية غرقت قرب ينبع، اشتراها أهل مكة ليجعلوا من أخشابها سقفا للكعبة. خيرا فعلت،
ما أخبار صاحبي؟ لقد استقى إليك. وأنا كذلك. بقي أمر واحد أرجو ألا نختلف فيه. قل يا خالف. بقي الحجر الأسود. لها، إنها لبني مخزوم. لم يضع الحجر الأسود في موضعه إلا بنو مخزوم، فالوليد أول من بدأ الهدم مضحيا بنفسه. لن تكون إلا لنا يا معشر قريش. كيف يكون ذلك إلا في أبناء عبد مناف وهم ذروة السنام؟ كلنا قريش. وليست كل قريش لقصي، وليس كل قصي عبد مناف. كفاك تفاخرا يا أبا سفيان. أما تسمعون؟ يا معشر قريش، أتوافقون على أول قادم إلى الكعبة ليحكم بينكم؟ نعم الرأي، أنا رضيت. ما رأيكم؟ هذه إشارة رضا من رب الكعبة. يا معشر قريش، هذا هناك يا ابن أخي. يقول لكم الأمين محمد بن عبد الله هلم إلي ثوبا. ولتأخذ كل قبيلة منكم بنصية الثوب. بني عبد مناف، بني عدي، بني مخزوم، وبني جمح. يقول لكم محمد الأمين: هل رضيتم؟ رضينا. ارفعوه مجتمعين. يا معشر قريش، أنا أكسو الكعبة عاما وقريش تكسوها عاما. أنصفت يا ابن المغيرة، أنصفت. ولو كان لنا مال ما حملناك مؤونتها. وهكذا أعادت قريش بناء الكعبة، وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا. وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أعيد بناؤها ووضع بيديه الكريمتين الحجر الأسود موضعه 35 عاما. وكانت تكسى القباطية والبرود اليمانية في الجاهلية، وقد كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيون أهل مكة للحل الذي ابتكره، ولم ينكره أحد منهم بعدما تداعوا للقتال، بل رضوا جميعا. وكانت قريش كلها تسمي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه الأمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. حتى متى يا سلمان؟ حتى متى؟ الله يا رب، وأنا من بشارة أحمدك وحدك وأعبدك وحدك ولا أشرك بك شيئا. انتظر وأحدث. ما هذه القلاع؟ أهي قريبة مما أبتغي؟ أهي قريبة من بلاد النبي الذي سيبعث؟ إني لا أعجب من صديقنا محمد يا ابن الحارث. وهل رابك منه شيء؟ لا، ما رابني شيء، ولكني أعجب لما سمعت وعرفت. وما الذي سمعته؟ محمد لا يسجد لآلهتنا ولا يبجل ركوبنا واللات والعزى.